أفراس تندفع على بركة الله مهور الثلاث سنوات المنتجة محليا على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية كفو كريم ابن برايفت برايز آخر الأسماء المندفعة يتأخر في الانطلاقة. هنا نشاهد الانطلاقة لـ 12 راس بتقدم مورد العلم ابن بانديني مع أصيل السرحاني يبدأ السباق بجوار السياج، بينما كاردانو ابن جود ماجيك مع محمد الدهام يطارد إلى ثاني المراكز، والمتن ابن وأت فانتج مع الأكسس مورينيو إلى ثالث المراكز، بينما نشاهد تحرك أيضا لسكاكر ريان الطويرش أيضا محاولات لمتشامخ بشعار الأحمر ابن تيلتكس مع عادل الفريدي. هنا الصدارة لا زالت غير متضحة إلا أن الاندفاع لكاردانو الذي بدأ بالانطلاق ابن جود ماجيك مع محمد الدهام في المنتصف ولحق قوي للمتن ابن نوات فانتج مع الاكسس مورينيو، وهنا أيضا استحثاثات متواصلة لمورد العلم ابن بانديني أصيل السرحاني يشاهده يدفع، مع كذلك دفع عادل الفريدي لابن تيلتكس متشامخ بشعار الأحمر. ابن جود ماجيك يقود السباق هنا مع الأمتار الأخيرة يحاول الابتعاد مع محمد الدهام، إذن كاردانو ابن جود ماجيك في الظهور الثالث له يبدو أنه في طريقه إلى إضافة الفوز الثاني في سجلي والفوز الثاني على التوالي من الظهور الثالث. كاردانو ابن جود ماجيك والأم رويال كاتيك لفهد هيف محمد القحطاني، إذا كاردانو بطلا لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. كاردانو المندفع من البوابة 11 يضيف الفوز الثاني في سجلي من الظهور الثالث. ألف مبروك. إذن نبارك لفهد.